بمكونات بسيطة موجودة بكل بيت. تعالوا سوا اليوم نحضر أطيب براونيز بلا فرن، براونيز بالمايكروويف. لهيدي الوصفة منحتاج 20 جرام من الزبدة، 3 ملاعق كبار من الشوكولا، ملعقتين كبار سكر، ملعقة ونص كبار حليب، وأربع ملاعق ونص كبار من الطحين. منبلش الوصفة بتدويب الزبدة مع الشوكولا. أنا هون عم عوز تشوكلت شيبس، فيكن تعوزوا حيلة شوكولا أنتو بتحبوه. دوبتهم بالمايكروويف، بعدين حضيف عليهم السكر وبخلط السكر كتير منيح بالزبدة تيدوب حبيبات السكر وما نرجع نحس بطعمتهم بقلب البراوني. برجع بضيف الحليب وأكيد بخلط كتير منيح، وبعد ما اكون خلطت الحليب بدي اضيف هلا الطحين. انا هون عم بنخل الطحين، وكتير مهم انه ننخل الطحين كرمال ما يتكون عنا كتل. منخلط الطحين كتير منيح، وانتو عم تخلطوا بتحسوا انه بلش يتكون عندكم خليط كثيف، الكثافة واضحة بالفيديو، خليط قوامه رائع وكثيف جدا. بهالوقت منحضر تابروير صغيرة، منحط بقلبها ورقة زبدة ومننقل الخليط عليها. فينا نرش على الوجه حبيبات الشوكولا ومنرجع من تحطوه بقلب المايكروويف لمدة دقيقة واحدة. فيكن إذا بعدين حسيتوا أنه ما استوى تزيدوا له 15 ثانية ماكسيموم. هلأ بعد دقيقة بالمايكروويف ليكون أحلى البراوني. أكيد بدنا نتركها تتبرد شوي قبل ما يصير فينا نقدمها. بدنا نتركها حوالي بس 15 دقيقة حتى نقدر فينا نمسكها وندوقها. وصحتين وألف هنا. إذا عجبتكن هيدي الوصفة وعجبكن الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لماي تشانل، وأكيد فولو على الانستغرام لوصفات كتير طيبة.